اهلا بيكم، انا اسمي نهلة صابر، هكون معاكم في كورس افكتيف كوميونيكيشن سكيلز او مهارات التواصل الفعاله. ناس كتير ما بتبقاش عارفه ايه هي اهميه مهارات التواصل، في حين ان مهارات التواصل بتبقى مهمه جدا في كل المجالات، مهمه عشان تبني علاقات جيده بينك وبين الاخرين، ازاي ان انت تتواصل مع المديرين بتوعك، ازاي تتواصل مع الناس اللي ممكن تكون بتحاول ان انت تصيد لك الاخطاء. كمان هنتكلم على الحواجز الخاصة بالتواصل وازاي ان انت تتغلب على الحواجز دي، وهي ايه هي انواع حواجز التواصل، عملية التواصل اصلا بتتم ازاي. كل ده هنتعرف عليه في الكورس دوت. اتمنى ليكم مشاهدة ممتعة، واتمنى ان انتوا تستفيدوا من الكورس ده.